الحياة عجيبة، ما تقدرش تتخيل هتعمل معاك ايه، بكرة هتبقى فين وبتعمل ايه ومعاك مين، ما تعرفش. اللي هتشوفوه هنا دي قصة حسن السيد علي، راجل فذ وقذر. اسمك مجازك. بسم الله الرحمن الرحيم. خضتنا الله يخرب بيتك. أنا بقول لك ايه، انا عامل ما بشوفش. ها خليك معايا على الخط وانا هفهمك بعدين. من فضلك عندكم العصاية بتاعت المكفوفين موجودة؟ أعرفكم بالقميصة إنجي، كاتبة وصحفية جاية عشان تتعرف عليك وتكتب عنكم. إحساسك إيه إن كابتن عادل ضمك للفريق؟ والله دي كانت مفاجأة حلوة قوي قوي من الكابتن، الله يبارك لك. وأنت أصلا مش ترجع من كينيا دي تاني؟ أفرق بقى. كينيا مين يا أبو كينيا؟ أنا راسم على أوروبا. والله شايف إن إحنا عايشين زي الفل أهو. ما تبطل يلا بقى الخيابة اللي فيك دي وإحلم شوية. على فكرة سمعت عن شغلان التدريب النهاردة، فريق مكفوفين مسافرين كأس العالم. هو في مكفوفين أصلا بيلعبوا كورة يا ماما؟ صحيح، المكفوفين ازاي ويلعبوا كرة يا ماما؟ بقول لك هم ليه من شوية كانوا بيقولوا فوي فوي؟ فوي كلمة اسباني معناها انا قادر. كل اللعيبة لازم تقولها وهي داخلة على الكورة عشان ما يصدموش ببعض، لأن اصابتهم الحياة بتبقى قوية قوي. طب وانت هتلعب الزاوية البتاعة دي على عينيه؟ هتصرف يا قدرة. ما انت طلعت شطان.